الساتل الجزائري الكومسات 1 أول قمر اصطناعي متخصص في الاتصالات يتوفر على 33 جهاز إرسال من بينها 9 موجهة لبث القنوات التلفزيونية والإذاعية الرقمية. كما سيسمح الساتل ببث الأنترنت عالي التدفق ما يعادل 2 ميجا بايت في الثانية للمستعملين في شمال إفريقيا عبر شريط كايو الذي يغطي فضلا على الجزائر والمغرب وموريتانيا كلا من الصحراء الغربية مالي نيجر بوركينا فاسو ليبيا تونس شمال تشاد وشمال السودان. الكومسات 1 الذي يبث أيضا على شريط أل ويغطي النصف الشمالي من الكرة الأرضية من شأنه الرفع من نوعية إشارة سواتل تحديد المواقع والتخفيض من أخطار التشويش والتدهور المفتعل للإشارة. أما بخصوص الجانب الأرضي فسيكون من مركزين للتحكم والمراقبة أحدهما يقع بالهضاب العليا ويسمحان بمتابعة وضعية الساتل وضمان حسن عمله ورفع من استغلال مختلف التجهيزات، وسيتكفل بهذه المحطات فريق من المهندسين الجزائريين فقط. ويذكر أن إطلاق الكومسات 1 من قبل الوكالة الفضائية الجزائرية بالشراكة مع الصين يعتبر تتويجا لسنوات من العمل المضني والجاد بين الجزائر والصين في مجال تكنولوجيا الفضاء.